هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم، وشوط الختام الذي تعلن فيه الانطلاق قبل قليل عن هذا المسار، مسار الجعدان المهجنات الأصايل الذي تندفع حاملة كذلك لواء الناموس والتحدي على أرضية ميدان المرموم لنختم بها أشواطنا في هذه الفترة الصباحية. ونذكر بانطلاقة المسافة الساعة الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم لثنايا أصحاب السمو الشيوخ في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع. انطلق الشوط وانطلقت الآمال كذلك مع المشاركين في مسار هذا الشوط، وتحديات لنسير مع المراكز الأولى ونبحث عن ما يدور طيلة المسافة 8 كيلومترات من تنافس وتحدي وأداء جميل ورائع على أرضية هذا الميدان. نتقدم إلى المركز الأول ونسير مع المركز الأول، يسيطر ويقود المشاركين النداوي، يأتي بالمركز الأول ويقود المنطلقين على مقدمة هذا الشوط. محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما يلي بالمركز الثاني، ويأتي في المركز الثاني رزين، تعود ملكية رزين. مشاهدي الأعزاء، اللي في المركز الثاني سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات يأتي في ثالث المراكز نجد، نجد في المركز الثالث، ومطر بن محمد بن سالم الكتبي يقدم نجد على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مليح، تعود ملكية سعيد بن محمد الهاجري الذي يأتي في المركز الرابع. أشوف المركز الخامس ويتقدم هنا العابر، العابر وعلي بن الصغير بن يزرب العامري الذي يقدم العابر في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما المركز السادس من الجانب الآخر، وبنشوف هناك المركز السادس في هذه اللحظات يأتينا مزيان، يأتي في هذه اللحظات، وعلي بن حمد بن مطر المنصوري على المركز السادس، بينما المركز السابع سابع المراكز يتقدم شعار بن سليم هناك على سابع المراكز لينطلق مع مشاغب وحمد بن سالم بن سليم الاكتبي. المركز الثامن وصل فيه في هذه اللحظات الدباوي، تعود ملكية العلي بن عبيد بن غدير الاكتبي. والمركز التاسع في هذه اللحظات هناك وصل في هذه اللحظة وانطلق شاهير لسعيد بن عبيد بن خليفة الاكتبي. والمركز العاشر من الجانب الآخر، هذا مسلي ياتي في المركز العاشر، سعيد بالمر بن سعيد بن حلوة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان، وهو شوط الختام الذي تنطلق فيه الثنايا في هذا المسار. 11 شوط الذي تابعناها، والشوط الثاني عشر الذي نختم به أشواط صباح هذا اليوم، انطلق كذلك بهذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة، بشعارات أبناء القبائل وأبناء الخليج الواحد الذين ينطلقون هنا في ميدان المرموم. نعود إلى المركز الأول ويسيطر ويقود المشاركين النداوي، النداوي على المركز الأول، يأتي محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي يقدم النداوي وهو يسيطر على مقدمة الشوط، بينما رزين يأتي في المركز الثاني، سعيد بن دري الفلاحي الذي يقدم رزين على المركز الثاني في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. المركز الثالث العابر ياتي في المركز الثالث، علي بن الصغير بن يزرب العامري الذي يقدم هذه الانطلاقات على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع هنا التواجد المشاغب حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يندفع هناك، ياتي بن سليم بمشاغب على رابع المراكز. والمركز الخامس هناك من الجانب الاخر يتقدم اللي هو مزيان، تعود ملكيته لعلي بن حمد بن مطر المنصوري الذي يتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز. والمركز السادس ياتينا في نجد مطر بن محمد بن سالم الاكتبي الذي يقدم نجد في هذه اللحظات على سادس
المراكز وأقول المركز السابع حرك بو راشد وصل الدباوي، الدباوي علي بن عبيد بن غدير الكتبي الذي قدم الدباوي في هذه الانطلاقات وهو في سابع المراكز. أما المركز الثامن مليح مليح سعيد بن محمد بالهلي الهاجري الذي قدم مليح التاسع المراكز. وصلنا في هذه اللحظات شاهين سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الكتبي، والمركز العاشر هناك الوصول والانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصل في المركز العاشر نشوف هناك هذه الانطلاقات وهذه الأسماء والشعارات في هذا الانطلاق والاندفاع. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات، يا سلام هناك التواصل. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، العودة هناك إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان. نسير مع المركز الأول، نعود مع الانطلاق الأول في مسار هذا الشوط. يتقدم هنا النداوي، النداوي محمد هناك. نعود مع المركز الأول مع الانطلاق الأول في هذا المسار وهذا التحدي الجميل الرائع على أرضية هذا الميدان. نسير مع المركز الأول النداوي، النداوي محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي على المركز الأول على الانطلاق الأول، بينما يلي بالمركز الثاني يتقدم رزين، وياتي الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. يقدم رزين في هذه الانطلاقات هناك مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث العابر الصغير بن علي بن يزرب العامري الذي ينطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع على المركز الثالث. هناك نسير مع هذا الانطلاق، المركز الرابع يتقدم الدباوي، الدباوي ياتينا في هذه اللحظات، علي بن عبيد بن غدير الكتبي يتقدم براشد ويقدم الدباوي هنا مع هذه الانطلاقات. وصل بن سليم هناك من الجانب الآخر، حمد بن سالم بن سليم الكتبي، ولكن هناك الحذر اللي يتقدم، الحذر مشاهدينا الأعزاء عبد الله بن محمد الكتبي الذي يقدم الحذر في هذه اللحظات ويصل من مراكز متأخرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام ما شاء الله، شوف الجعدان الثنايا وانطلاقتها في شوط الختام، شوف هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات والتحديات. نعود إلى المراكز الأولى، نتقدم هناك مع النداوي الذي يقود المشاركين ويسيطر على المقدمة، ومحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي. يلا يا بن زعل ركز في مساري هذا الشوط، جماهيرك تتابع مشاهدينا الأعزاء. يا سلام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما المركز الثاني ياتي في المركز الثاني الحذر، الحذر في المركز الثاني عبد الله بن محمد الكتبي الذي يقدم الحذر على ثاني المراكز. والمركز الثالث ياتي فيه الرزين، رزين في المركز الثالث، سعيد بن حمد بن دري الفلاحي كذلك الذي ينطلق في هذه اللحظات، وياتينا هنا العابر علي بن الصغير بن يزرب العامري الذي يقدم العابر، وهناك الدباوي، الدباوي راشد بن علي بن عبيد بن غدير الذي يقدم الدباوي، هناك بن سليم كذلك المقدم مشاغب حمد بن سالم بن سليم الكتبي في هذه الانطلاقات. شوف الأسماء اللي تقاربت، شوف الأسماء اللي انطلقت. وصل في هذه اللحظة نجد مطر بن محمد بن سالم الكتبي الذي قدم نجد في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. هناك المنصوري من الجانب الآخر كذلك مع علي بن حمد بن مطر المنصوري الذي قدم مزيان في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. وهناك أيضا شاهين سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الكتبي في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء المتقدمة، هذا شوط الختام الذي حمل لنا هذه الشعارات العديد وهذه الأسماء. يتقدمها ويقودها النداوي من البداية، النداوي مسيطر مع بن زعل محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي. يا سلام، أشكرك يا بن زعل، أشكرك في الفورمة، في الفورمة يا بن زعل مع المركز الأول بدون أي توامر آلية في الأبطان حتى هذه اللحظات، بدون
كان وامر مسيطر، ولكن القدوم وارد، القدوم وارد. بدأ مشاغب أول من بدأ بالمشاغبة، بدأ مشاغب بالمشاغبة على المركز الأول. يا سلام حمد بن سالم بسليم وأهالي المدام، وهناك الحذر 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 الحذر، يسيطر عبد الله بن محمد الكتبي الذي قدم الحذر، غير المقدمة مع 1200 هذه اللوحة، وهذا النداء يا سلام، وهذا شوط الختام، وهذا الحذر المسيطر على مقدمة الشوط بهذا الاندفاع. الحذر 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 عبد الله بن محمد الكتبي يقدم الحذر على المركز الاول. هذا هو الحذر مسيطر على مقدمه الشوط. يلين النداوي محمد بن عبد الله بن زعل، لا زال في التنافس، لا زال في الاداء الجميل. المركز الثالث هناك مشاهدي العزاء، مسلي مسلي من الجانب الاخر، سعيد بن المر بن سعيد بن حلوه، ولكن الجري قادم كذلك بهذه الانطلاقات مع رزين سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. يا سلام يا سلام، خلاص روح روح يا من تبى تروح الأمتار الأخيرة. انفرد الحذر، انفرد الحذر عبد الله بن محمد الكتبي الذي يقدم الحذر على المركز الأول، على الانطلاق الأول بانفراد. بينما المركز الثاني تقدم نجد مطر بن محمد بن سالم الكتبي على ثاني المراكز، وعاد رزين، عاد رزين في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، والحذر الحذر حذر من الجميع، الحذر، ولكن رزين غادم، رزين غادم في هذه الانطلاق. يا سلام يا سلام، الحذر عبد الله بن محمد الكتبي ورزين سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. يا سلام الأمتار الأخيرة، ختام أشواطنا لمن ما بين هذين الاثنين، ما بين بن دري وما بين الكتبي كذلك في هذه الانطلاقات. شوف الأمتار الأخيرة، الحذر، بدأ رزين، بدأ رزين يتسلل، يسحب بساط المركز الأول من تحت أقدام الحذر ليحسم الأمور ويعلن أنه هو صاحب هذا الشوط. يا سلام يا سلام، في هذه لحظات أزف التهنية لسعيد بن دري الفلاحي الجري. يا سلام يا أبو سيف، أشكرك على هذا الفوز وتهانينا كذلك، وسلاماتنا لأهالي الساد، لأهالي زاخر عفوا، لأهالي زاخر، واسعد الله صباحك يا بن لحوش حمود. كذلك في المتابع المركز الثاني الحذر اللي وصل في المركز الثاني، عبد الله بن محمد الكتبي المركز الثالث، قدوم الأسد العلي بن الصغير بن حمد العويسي، والمركز المركز الرابع مشاهدين العزاء وصل فيه نجد مطر بن محمد بن سالم الكتبي، والمركز الخامس أعتقد أن عند بن زعل اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والأمتار الأخيرة الذي تحققت مع رزين بالمركز الأول. تهانينا سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، والسلام لأهالي زاخر في هذا الصباح الجميل. حقق توقيت زمني مقداره بنشوف 13 دقيقة و29 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا سعيد بن حمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز وفوز رزين، بينما وصل في المركز الثاني، وكذلك من قدم الأداء الجميل والانطلاق الرائع والتنافس في هذا الشوط اللي هو الحذر، وعبد الله بن محمد الكتبي قدم توقيت زمني 13 دقيقة 31 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثالث، وهناك بهذا التحدي كذلك الجميل والانطلاق الرائع في هذا الاندفاع الرائع والانطلاق الجميل على أرضية هذا الميدان. ثالث المراكز من وصل فيه مشاهدي العزاء الأسد لعلي بن الصغير بن حمد العويسي، وقدم توقيت زمني 13 دقيقة و37 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. هكذا أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انتهت انطلاقات هذه السباقات الصباحية وانطلاق سباق صباح هذا اليوم الذي حمل الكثير من المنافسات والتحديات بين هذه الشعارات وبين مختلف السلالات من المحليات الأصايل والمهجنات، في انطلاقة مثيرة.